الفترة اللي ما ألعب بها رياضة يكون فترة كلش طويلة مثلاً، أحس بملل، طاقة سلبية، أحس إنه أريد أفرغ هاي الطاقة السلبية. أنا عراقية من محافظة نينوى من قضاء الحمدانية. فرح هي لعبة كرة قدم وأيضاً لعبة كرة سلة، وهي طالبة في الصف السادس إعدادي. أول دخولي للنادي، أول مواجهتي للفريق وأيضاً للمدرب كانت قبل داعش. الوحيدة كنت أنا بيناتهم، يعني بعيداً عن المكونات وعن الأديان وعن هاي الأمور ماكو فرق بيناتنا، بس يعني كعنصر مسلمة بيناتهم، هم فريق مسيحي، يعني ما شايفة من أي بنت إنه نظرة ما حلوة إلي. بالعكس شفتهم هاليوم، هم صاروا أقرب يعني صديقاتي. من إجت فرح يعني ويانا أبد ما حسيت كحالها كحال أي لاعبة، وانضمت إلنا وأني فرح صديقات نتمرن ويا بعض وأشوفها ونلتقي. بصراحة أني مرات إنه أفكر إنه افتقدت أهلي وأني بعمر صغير، يعني بهذا العمر لازم يكون أكو الأب والأم لازم يكونوا متواجدين، بس الحمد لله إنه الله عوضني بأخويا ومرت أخويا اللي صاروا أمي وأبويا، وهسه فعلا أصح لهم أمي وأبويا. والله يا بالبداية تأثرت حيل تأثرت، يعني من مات أبوها كانت صغيرة مو هالقد فترة ومرت، بس من ماتت أمها بالنزح ماتت أمي هناك، فدفناها وجينا، فهي ظلت يعني مكسورة الخاطر مكسورة القلب، فإحنا ظلينا ندعمها، يعني كانت مدللة. يعني أروح أقعد يم والدي والدتي على قبرهم، أحكي لهم حياتي كأنه هم موجودين، يعني خلص إنه إنسان قدامي أنا أحكي له كل شيء، يعني لحد الآن لحد هاي اللحظة اللي أنا قاعدة بدي أحكي إنه هم متواجدين وياي، ما عافوني لهاللحظة. يعني دائما احس انهم متواجدين وياي، فراح احكي لهم مثل ما احس ان النادي شيء، يعني من اروح اطلع طاقتي السلبيه او مثلا او اروح شويه افرغ، يعني مثلا اغير الجو او هيك شيء، هناك هم اروح ارتاح. ماكو اقرب من يعني الانسان ماكو اقرب له من والده ووالدته. كلش استفقدهم كلش. والله احنا بالبدايه ما كان عندنا اي اعتراض، لأن كان منطقتنا كلش طيبة وكانت سلمية وماكو أي الحمد لله أي شيء، هي من الابتدائية تروح من كانت صغيرة. كنا يعني إحنا ندعمها بالبيت ندعمها، وهي كانت تحب هاي الشغلة، فقلنا ما نكسر يعني قولها ونكسر قلبها بهاي هي الشيء اللي تريده. هي ظلت تروح واستمرت حد ما صارت الهجرة، تهجرنا بعدين بالهجرة الكل عرف شنو الوضع صار. وورا الهجرة من جدتي هم طلبوها، والبنات والمدرب كلهم رادوها. خلال هاي السنوات اللي بقيت بها ناسها أنا هناك، بصراحة كنت أشتاق للتدريبات، افتقد هذا الشيء، إنه كان عندي هواي طاقات، إنه مثلا ضغوطات نزوح تركنا مناطقنا سكان وجوارين وهاي الأمور، صراحة أثرت على نفسيتي وأثرت على نفسية عائلتي. بدنا انه الوقت بس يمر او المنطقه تتحرر حتى نرجع كلياتنا. كلنا نزحنا، يعني ما بقى، كل من كان اللي عنده سياره يركب سيارته يروح، ما عنده سياره مشي. حمدانيه بالنسبه لي امي الثانيه. شلون امي الثانيه؟ الام تحضن اولادها، الام توفر كل شيء لاولادها، الامان. انا بهاي المنطقه بصراحه حسيت بكل هاي النواحي، انه الامان، التعاطف من سكانها، من يعني من جميع النواحي حسيت انه براحه بهاي المنطقه. يعني مثلا هسه اذا يخيروني انه تروحين تسكنين بغير منطقه بصراحه راح ارفض هذا الشيء، لان انا تربيت هنا او كبرت هنا ومعالي زميلاتي وجيراننا يعني اقاربي، من رحت نزحت انه المنطقه صح بيها اسلام، كانت وقت اتذكر انه جوارينا وهاي ما مثل جواريني سابقا اللي بالحمدانيه. يعني أنا كفرح إنه أروح أدخل الكنيسة، عندهم قداس وعندهم هاي الأمور، أنا أشارك معاهم بصراحة، وعندهم دير مرمتي أنا أروح لهاي الأماكن أزورها، يعجبني هاي الأشياء اللي هم يروحون يسووها، أنا هم لازم أجرب أسوي وياهم صراحة. ناس كلش مسالمين، يحبون السلام، وفعلا نحن حابين تواجدنا وياهم.
أهم شيء دراستك، لا ما صعبة. بعد هاي العالم شلون صارت؟ بتصنع الطيارات والسفن والكمبيوترات وأشكال الألوان اللي تعمل معنا. بس ما في يوم شندي مو بصراحة، يعني بالصبح صار عارف شندي مو بصراحة. إيه نعم من وقت تقعدين وقت. في وقت سابق نشر فيديو إلي أنا بدي أتمرن. أخذوا موضوعي إنه أنا كمسلمة وكمحجبة إنه دا ألعب ويا فريق مسيحي وشيء حلو مميز بصراحة وحارس مرمى، فشفت التعليقات دخلت ما شفت تعليق سلبي، هذا شيء أكيد هم النجاح أحس إلي، وممكن حتى لو أكو تعليق سلبي ماكو إنسان ما يواجه أشياء إنه سلبية وإيجابية، بس يعني ماكو تعليق سلبي يعني واحد صراحة شوية يفرح، فأنا كلش فرحت بهالشيء وقويت أكثر. فرح مو بس من جانب الرياضة ولا كطالب تحب تجرب، فجربت إنه تصير متطوعة بعدة منظمات شاركت وهيك شيء، فأحد الأعمال اللي سويتها إنه صبغت جدار النادي، وهذا شيء أساسي لازم تسوي نادي ماتي وجاي أتمرن لازم أسوي هاي الخطوة اللي لازم أصبغها، فأني وزميلاتي أخذ طالبات وياي بالمدرسة وأيضا شباب وبنات ومن مكونات مختلفة صبغنا جدار النادي. أول نصيحة اللي أقدمها للأهالي وبعدين للبنات، أكو بعض أهالي ما يخلون بناتهم يستمرون بهواياتهم أو مثلاً عندهم فد موهبة، فأني لا كلش أنصح إنه يقدمونهم كل يعني اليد التعاون مثل ما يقولون. يعني كلش أفرح من أشوفها هي فرحانة وتلعب والناس فرحانين بيها والمدربين والبنات وزميلاتها وزملائها بالنادي كلش يحبون فرح. أتمنى إنه الشيء اللي راح يستمر هو الأمان والحب، أمان اللي من تلاقي الأمان الموجود بحياتك راح تستمر، راح تنطي عطاء وحب، ومن تنطي حب راح تكون ناجح.